بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام ونتمنى لك منان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. هناك ملصق مكتوب فيه أعمار الأنبياء عند وفاتهم، ويكتب فيه عيسى 33 عاما إلى غير ذلك. نقول هذا الملصق غير صحيح، إن عيسى لم يتوفى، عيسى حي عند ربه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. قال: وما قتله وما صلبه ولكن شبه لهم. فعيسى حي عند الله عز وجل. وأما فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، الوفاة هنا بمعنى استيفاء الرسالة المهمة النبوية، وليس معناها الوفاء انقضاء الأجل، وهنا كتب وفاء يقصد بها انقضاء الأجل، فهذا خطأ عقدي كبير، ولذلك لا أرى أن يتم نشر هذا الملصق. ثانيا، أغلب ما ورد فيه من أخبار عن بقية الأنبياء هي إسرائيليات، لم يصل لنا فيها نبأ صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لذلك لا أرى بنشرها ولا أرى بصحتها. وكما جاء في حديث المعراج الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي في السماء الأولى آدم، ولقي في السماء الثانية ابني الخالة يحيى وعيسى، فعلينا أن نتقيد بما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نبتعد عن مثل هذه الإسرائيليات التي تخالف العقيدة، والتي أيضا تخالف نص سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.